الله يساعدك خاله. هلا خاله، هلا بيج. خاله بعد خالتك رايدة تسيت ما جدور. خاله ترى انت مللتيني، يوميه تاخذين بالدين وما توفين. لا 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 خاله، ودعتك بس يستلم عطيه راتب ها وراس الشهر ووفي كل الفلوس. 100 200 عليك، تدرين خلاص ما اخذتي. هو ايش ماخذ انا خاله؟ هو سنك وطباخ ومفرغه مال مطبخ وقورمات شاي وسيت قلاصات وخواشيك وماعين، ها انا ذا ايش ماخذ. لا خاله ما ماخذ شيء، غير زي انت راسي ونقلت المحل كله. رجل تدري بيش لو لا؟ ياع ولك ايش قالك علي؟ اشتغل من ورا زوجه وحبيبي عطول. يا ولك شايف علي انت ها؟ شايف علي؟ لا حد جي قصدي يدري بيش تاخذين بالدين مني لو لا؟ اي طبعا يدري بي يا زوجي، هسه تعطيني جدوره لو لا؟ خوش خالك هاي يدري بيش زوجك؟ راح انطيك بس راس الشهر تسددين كل الفلوس. اي اي وروح ابوي من هاي العين قبل هاي العين. يلا بس اعطيني اياهن. بيش ذني؟ هذا ب 15. انا راس الشهر اعطيك اياهن كلهن. يلا في معزه. كل من الزوجيات كساعي تعاركون. شاكل الزواج هيك مشاكل وطلايب. هو اقول لك لغو ما تخلص. والله انا من الزوج ما تعارك ما تهيت. يا زوجك راسك شئنا سطل. الو اخويا روت وين صار؟ صار شهرين ماكو، كنت لنا جوع. راتب هو راتب، صار شهرين ماكو، شلون بالله عمي؟ اي والله بعد اخوك من يوصل قل لي بس رميش له انا خابره يا رحمه الاهل. ها الله يساعدك. هلا وش انت؟ والله كنت بس وقفت هم غيرت جو وهاي طالعه روحي يا طيب. والله اي غير جو ماخذ السواق. اي شاي شو اسوي؟ صبينا شاي كان ترفعت على قبل. صبينا شاي ترفعت على قبل طاق قلبها. كشو طقتك؟ كشو طقتك؟ كشو طقتك؟ يلا ضعف الطقه صبينا شاي. اقول ليش مديحه؟ ها شو بس لا تزعلين؟ ما زعل بدي اخذ رايك بموضوع. يا صاير تاخذ رايي بمواضيع عطول. موضوع يا يما بدو شنو هذا الموضوع؟ مديحه ها انا فكرت اجيب لي مبرده لان ما الجو حار. جيها بالاقساط ومن يجي الروي تبعوده وفيها شو تقولين؟ لا عطول لا ها خلينا على البنك احسن لنا. والله هو وين الراتب؟ هو راتب ب 200 الف ها؟ شي خلي عاد ناكل مين يشرب بي؟ انت تشتري مبرده وتشتري لا لا عطول خلينا على راتب ناكل بي احسن لنا. هذه كم صديق؟ ايه بس انت ما تبشرين الخير. والله العظيم فقر. مره ما تدري للخير. فقر تطوه. انا فقر عطوه. فقر بتفقر تطوه. ولك عطوه عماتي عماتي من السقوط ما بدلتها. كانت لها الوصف اقول عطوه. عطوه راتب ما يكفي شلون اشتري عباية. ولك عصير ميزة وبالخمس مية ما بشتري تولى ضايق تدو. أقول عطوة منين يجي هسه؟ أنا فقر عطوة مدوحتي. أو ماي جاد أو ماي جاد بالعربي هيك حسبية مديحة من فدوة أروح لك أنا خايفة هم أنا شعد غيريك أحبل أجير أمح عطوة أمح شنو أمح هاي سوالف تعبانة ها؟ هاي سوالف مال 2005 أنت مرة صرت عجوز هاي سوالف نخص بقعوا فيها عوا فيها. يا عطوه ايش مالها زين دبسس السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. لا عم مشكور زاد فضلك بس انت اعطيه رجل مديحه. يا عم انا اعطيه رجل مديحه. قول عمي مرتك مديحه تجي تاخذ غراض مني بالدين وما توفيني وقالت على راس الشهر وصار لها شهر ونص وماكو. بوي انهبت وانا قاعد ايش ماخذ منك بالله؟ مرتك ماخذه مستلزمات من المطبخ. عمو وانا منين المطبخ؟ هو انا مطبخ ما عندي، المطبخ ما له اجرب، ايش قد ماخذه منك بالله هالمره؟ حجي صار انا الغراض ماخذه من مرتك 350. 350؟ اي حجي. مديحه؟ عمي روح روح وانا راح اجيب الفلوس وراك. طايح حجي. 100 اللي بيجي. مديحة؟ ها 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 مديحة؟ شو مسويت في الفرقاعة؟ شو ما مسويت؟ شو تعود مال بخور؟ ايش ماخذه من هذا بالدين؟ ما ماخذه شيء. طباخ وسني بقلاصات وخواشي وعن الحلال الحرام. ايه؟ بقيت سيت معي. هذا من المستات المديحة؟ المن جايبة المديحة هذا مني؟ صاحبتي كاظمية. ايه؟ اشترت بيت حطت بيت جديد. ايه؟ وخذيتها طباخ. هلا وانت ظلت توزن هدايا براسي وبعد والله شو مسويه؟
واخت طقاعه. طقاعه طلعت على راسي ايش بيها؟ بحالتهم تعبانه؟ ايه اشتريت الاسم بويه. والطقاعه طلعت على راسي بويه. بويه قلب الصحيان تحمل بويه. وجيك واحد يقول لك وراك الرجل العظيم امرعه بجنب بيتك يا هتلر. هتلر هسه عنه شاهو هتلر. لا 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 اعطي لا هسه عنه بويه. بويه موت 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 اعطي موت. اي 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 عفو والله عفو ابو نقعد ابوي اي شوي ابوي ابوي على 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 تيوز وزكاسك تنس بضحكت والكعب هيجي.